العلماء الراث الأنبياء كما أتانا عن أبي الدرداء. وذكر المصنف قول سفيان وهو ابن عيينة مثل شاهان شاه، أي مثل قول العجم شاهان شاه، فمعناه عندهم ملك الملوك، فمعناه عندهم ملك الملوك. وهذا من تمام فقهه تنبيها إلى أن المناط هو المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. فمتى وجد هذا المعنى في اسم من الأسماء ولو كان بغير لغة العرب نهي عنه. لذلك الألقاب العجمية ينبغي الإنسان أن يتحرز منها لئلا يقع في محذور شرعي. تجد الآن في الهند يخاطبون غاندي عند ذكره بالمهاتما غاندي، المهاتما غاندي، ويأتي المؤرخون المسلمون فيذكرونه عند الترجمة مما صار من تاريخ العالم في ذلك الزمان بقولهم المهاتما غاندي. وكان حريا بهم أن يحققوا معنى هذا اللقب لئلا يقعوا في المحذور، وإلا إن جهلوه يذكروه بالاسم. فمعنى المهاتما هو ما اجتمع فيه معنى الإلهية في البشرية، فيكون بشرا اتصل به معنى من الإلهية، فهو لاهوت اختلط بناسوت. وهذا لا شك أنه قول كفري محرم فلا ينبغي أن يذكر به. وعلى هذا فقس، فينبغي أن يتحرز الإنسان من الألقاب الأعجمية. قد نبه إلى هذا أحمد تيمور باشا قديما، ثم صنف فيه الشيخ بكر كتابه في الألقاب. نعم.